إذا مشاهدي الكرام، أمام هذا الحب الكبير ربما يعجز اللسان، تنتهي الحروف، تنتهي الكلمات، لا نستطيع أن نقول غير إنا لله وإنا إليه راجعون، ونلبي وصية بالدعاء له، غفر الله له وجعل قبره روضا من رياض الجنة. مشاهدي الكرام، حينما يرحل الإنسان تبدأ الأعمال أو ما قام به بالحديث يعني التعبير عن النجاح وعن كل ما قام به. وحينما نتحدث عن خادم الحرمين الشريفين تلقائيا نتذكر كل إنجازاته، وخصوصا دعمه للمرأة وثقته بالمرأة التي دعمها بكافة المجالات، حتى أصبحت الآن في مكانة مرموقة على مستوى العالم، ليس على مستوى المملكة فحسب أو على مستوى الوطن العربي. حابين نتكلم عن هذا الدعم اللي أعطاه لنا والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز غفر الله له، من خلال ضيفتنا الكريمة بالاستوديو. إحنا معنا مستشارة تمكين المرأة الأستاذة ربنا الغلييني. أهلا وسهلا فيك وعظم الله أجرك. عظم الله أجرنا جميعا، الأمة العربية والأمة الإسلامية. آمين يا رب العالمين. ربما يمكن ماني محصلة أسئلة، لأنه لو قررنا أن إحنا نتكلم على إنجازات خادم الحرمين الشريفين فهي كثيرة. صحيح. لكن لو قررنا أن إحنا نتكلم على دعمه للمرأة، نتوقف عند كلمة مرأة اللي هي أمه، أخته، بنته، زوجته. صحيح. ربما الدموع يعني أنا بالنسبة لي ينعصر قلبي فعلا وأنا أتحدث الآن. صحيح. بداية، كيف تري أو شايفة كيف المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين؟ بداية خلود، الكل يعرف أننا حين نتحدث عن الملك عبد الله رحمه الله لا نتحدث عنه كسياسي، كرجل سياسي. نتحدث عنه بعاطفة الأبوة، بعاطفة القيادة، بعاطفة الحكمة. فقدنا إنسان عظيم. لا شك إحنا فقدنا إنسان عظيم وحكيم هذه الأمة. وحكيم هذه الأمة. بالنسبة للمرأة، إنجازاته السياسية معروفة وإنجازاته الإنسانية معروفة جدا أيضا، ولكن تحديدا بالنسبة للمرأة كان يتعامل مع كل أطياف الشعب وأفراد الشعب بطريقة أبوية، لذلك نشعر بالمصاب، نشعر بالفقد، فعلا نشعر بالفقد. لم يكن رجل عادي، كان رجل استثنائي، وكنا نحتاج لهذه المرحلة، وقد قدم فيها ما يكفي من لم شمل العالم العربي والإسلامي بحنكة شديدة وبحكمة شديدة وبأبوية شديدة. أما فيما يختص بمجال المرأة تحديدا، كلنا نذكر ونعلم كيف كان يتعامل أو يتحاور مع المرأة، لقاءاته الشهيرة مع المرأة، أقواله الشهيرة عن المرأة حين كان يمجدها ويفتخر بها، صوره التي كان يتقصد أن يظهر بها مع المرأة من كل أطياف الشعب، مع المرأة البسيطة. دخول المرأة في مجلس الشعب تمت على عهده رحمه الله، تمكين المرأة بشكل واسع وكبير لكل شرائح المستويات التعليمية والمستويات الاجتماعية تم على عهده أيضا. لا ننسى قرارات التي صدرت في عهده بالنسبة لتأنيث محلات الملابس النسائية، بالنسبة لتمكين المرأة، بالنسبة لمشاركتها دون وكيل شرعي، بالنسبة لدخولها في مجلس الشعب كعضوة في مجلس الشعب وتمكينها من اتخاذ قرارات. أيضا لا ننسى الابتعاث، فتح باب الابتعاث بشكل كبير للمرأة. الملك عبد الله وثق بالمرأة، وثق بالمرأة في حين لم يكن المجتمع بأكمله يثق بها، وثق هو بالمرأة ومد يده للمرأة وأعطاها كل الفرص لتصبح كما تحلم. ما تشاركين الرأي بهذه الكلمة؟ أكيد أكيد، هو كان في رمزية دائما، ظهوره في الصور معها كان في رمزية، على هذا التوجه وعلى هذا النهج وعلى هذه النوايا تجاه المرأة. لا، ليس فقط الرمزية، أيضا هو اتخذ قرارات حاسمة بشأن تمكين المرأة اقتصاديا، تعليميا، اجتماعيا. يجب أن لا أنسى أيضا خلود أقوال الكثيرة عن المرأة، هذه واضحة. إنسانيته هي ما يؤلمنا،
فقدوا نفقد الإنسان، نفقد الأب، نفقد القائد، نفقد الكاريزما. شئنا أم أبينا هو صاحب كاريزما قوية جدا، صاحب كاريزما نشعر بها كفرد عادي لم نراه بالضرورة، لكن نشعر بها. كان يداعب الصغير بسنه بالزبط. وكان يداعب الجميع. كلنا نذكر لقطة وجوده في البقالة، كلنا نذكر لقطة المشروب الغازي اللي جالس في المقهى يتصرف كفرد عادي. صح. كلنا نذكر استئذانه من العامل البسيط في المدينة المنورة. صحيح. في التمر. صحيح. هل تسمح لي؟ صحيح. كلنا نذكر مداعبته للحمامة أثناء عرض رسمي. كلنا نذكر هذه الأحداث، هذه الأحداث كلها قربته إلينا. إندل يدل على عفوية والبساطة بلا أدنى منازع، هو عفوي وبسيط جدا. أيضا فيما يختص للمرأة، القرارات التي اتخذها بشأن عمل المرأة في المجال الحكومي والخاص، في المجال الخاص تحديدا، يعني نحن أنشأنا مكتبنا الخاص في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمه الله، هناك تسهيلات قانونية. أيضا لا يمكن أن أغفل قانون الأحوال الشخصية والمحاكم الأحوال الشخصية التي سهلت بشكل كبير معاناة وأنهت معاناة الكثير من النساء اللي وضعهم الشخصي في معاملات الطلاق والأرامل والحضانة. هذا كان يعني يعتبر من أهم إنجازاته في على 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 صعيد المرأة. فهذا يعني لابد أن كل هؤلاء الأفراد يدعون له الآن ويترحمون عليه ويذكرون وصيته الأخيرة لنا. صحيح صحيح، وصيته الأخيرة بالضبط. يعني كان يعني بكل بساطة يطلب دون أن يوصينا، دون أن يوصينا كان يطلب. وسبحان الله كانت هذه الوفاة ليلة جمعة. سبحان الله، كان يعني دون أن يوصينا، أنا متأكدة أن جموع الشعب تدعو له، حتى خصومه، حتى من يختلف معه، قد يختلف معه، ولكنهم يقرون بعظمة هذا الإنسان وقدره وتأثيره الإنساني. صحيح. على الجميع، لا نستطيع أن نغفل هذا. صحيح. وهو من علمنا ربما يعني ثقافة كانت غائبة لدى الكثيرين، وهي ثقافة تقبل الآخر. صحيح. والتسامح. صحيح. والاحتواء. صحيح صحيح. حوار الأديان، هذه ثقافة إسلامية. الحوار الوطني تم في عهده، كل هذه الأشياء، التسامح وتقبل الآخر، هذه ثقافتنا، هذه ثقافة ديننا الحنيف. صحيح. الرموز كان يطلق، يا خلود كان يطلق رموز، إطلاقه للتحاور، إطلاقه لحوار الأديان، إطلاقه للحوار الوطني، ومشاركة المرأة فيه بشكل فاعل، كل هذه الأشياء كانت رموز لتبني هذه الأفكار عند جموع الشعب. كان يلقي بهذه الرموز بحكمة خفية وخفيفة ومتدرجة لنلتقطها نحن جميعا. صحيح. المرأة السعودية الآن تقلدت مناصب. صحيح. بهذا العهد اللي أقدر أقول مزدهر للمرأة. صحيح. نقطة تحول للمرأة. صحيح. تحملت المسؤولية، أصبحت امرأة بألف رجل. صحيح صحيح. في هذا العهد. صحيح. وأقولها. صحيح. وأنا واثقة مما صحيح أقول. ودعمها وكان بابه مفتوح، هو وبناته. صحيح. هو وبناته، وأنا أثني على هذا الشيء. صحيح. في هذا العهد التي المرأة، خلينا نقول أنه المرأة أثبتت جدارتها و قامت بالكثير من الإنجازات، حدثيني هذه المرة عن المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين. ما الذي قدمته المرأة مقابل هذه الثقة؟ شوفي خلود، هو رحمه الله أرسل قواعد لتمكين المرأة حتى لو لم تكن جاهزة لتولي هذه المناصب. ليس كل النساء كانوا جاهزات لتولي هذه المناصب، ولكن وجود هذه الثقة وهذا الدعم وهذا التوجه أظهر وأفرز على الساحة كثير من السيدات المطمئنات أن هذا العهد هو عهد تمكينها، وبالتالي إعطاها الفرص، المنح التعليمية، الرخص للعمل، فتح مجالات جديدة للعمل لها. هذا كل هذا الشيء عزز من إمكانياتها، عزز من قدراتها، طور أدائها، وبالتالي الآن حتى التي لم تكن مجهزة أو مستعدة هي الآن أصبحت في مستوى متقدم من الخبرة والمهارة بفضل الله، ثم بفضل الملك عبد الله، دعمه وتأييده والرموز التي كان يرسيها في عهده، مقابلتها، التصوير معها، كل هذه رموز بسيطة، هذه أفعال بسيطة، ولكنها تعطي دلالات أبعد
من صورة أو اجتماع معها أو لقائها أو مقابلتها أو أنت عارفة هذا الشيء. أكيد. أستاذة لبنى شكرا لتواجدك بسيدتي، وعظم الله أجرك وأجرنا كلنا. آمين. لهذا المصاب الجلل. آمين. اللي لا يسعنا أن نقول غير لا حول ولا قوة إلا بالله. لن ننساه، لن ننساه، وحتى لو لمسينا بالدعاء نحن ندعو له ليلا نهارا بإذن الله. بالتأكيد. لن ننساه، نفتقده جدا. وسنستمر في مسيرتنا. أنا بدأت أفتقده منذ الآن، نفتقده. أنا إلى الآن، والله إلى الآن، يعني ماني متخيلة بتكلم على شخص رحل، شخص بالقرب هذا. صحيح. لنا رحل. صحيح. لكن صحيح. هذا قضاء الله وقدره. شكرا لك أستاذة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحننتقل معك ومع مشاهدينا الكرام إلى كلمة من خادم الحرمين الشريفين، كلمة لن ننساها، لن تنساها المرأة أبدا مهما حيت، لن تنسى هذا الدعم، لن تنسى هذا الشرف، ولن تنسى هذه الثقة. يتهيألي أغلبنا اللي بنتابع حلقتنا لهذا اليوم عارفين ومتأكدين من هذه الكلمة، لكن نحب نتذكرها دائما لأنه هي بتذكرنا بملكنا وأبانا الغالي خادم الحرمين الشريفين. اسمع صوت. إن كفاح والد الجميع الملك عبد العزيز مع أجدادكم يرحمهم الله أثمر وحدة القلوب والأرض والمصير الواحد، واليوم يفرض علينا هذا القدر أن نصون هذا الميراث وأن لا نقف عنده بل نزيد عليه تطويرا يتفق مع قيمنا الإسلامية والأخلاقية. نعم، هي الأمانة والمسؤولية تجاه ديننا ومصلحة وطننا وإنسانه، وإن لا نتوقف عند عقبات العصر بل نشد من عزائمنا صبرا وعملا، وقبل ذلك توكل على الله جل جلاله لمواجهتها. إن التحديث المتوازن والمتفق مع قيمنا الإسلامية التي تصان فيها الحقوق مطلب هام في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين ولا المترددين. يعلم الجميع بأن المرأة المسلمة في تاريخنا الإسلامي مواقف لا يمكن تهميشها منها صواب الرأي والمشورة منذ عهد النبوة، دليل ذلك على مشورة أم المؤمنين أم سلمة يوم الحديبة، والشواهد كثيرة مرورا بعهد أصحابه والتابعين إلى يومنا هذا. ولأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي في كل مجال عمل وفق الضوابط الشرعية وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء وآخرين من خارجها والذين استحسنوا هذا التوجه وأيدوه، فقد قررنا التالي: أولا، مشاركة المرأة في مجلس الشورى. أولا، مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضوا اعتبارا من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية. ثانيا، اعتبار من الدورة القادمة يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية. ولها الحق كذلك في المشاركة في ترشيح المرشحين بضوابط الشرع الحنيف. من حقكم علينا أيها الأخوة
من حقكم علينا أيها الأخوة والأخوات أن نسعى لتحقيق كل أمر فيه عزتكم وكرامتكم ومصلحتكم، ومن حقنا عليكم الرأي والمشورة وفق ضوابط الشرع وثوابت الدين، ومن يخرج على تلك الضوابط فهو مكابر وعليه أن يتحمل مسؤوليته تلك التصرفات. هذا، وأسأل الله لنا جميعا العون والعزة والتمكين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.